سابت البيت؟ هي وصلت للدرجة دي؟ لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا رب. والله يا حاجة صفية أنا لا أعرف إن ما عندكيش خبر، ما كنتش جيت وقلتلك. أنا كنت فاكر إنها قاعدة عندك هنا، يعني موجودة معاك، فقلت أجي أكلمها بالهداوة كده يمكن تعقل. أصل ده يا ابني حالته صعبة قوي، وبعدين شكله كده إن العين ده هيركبه هو كمان وتبقى مشكلة. ده أنا جاي من وراه. ودي ممكن تكون راحت فين بس؟ راحت عند أخويا عمر يا ماما. عند عمر؟ وانت كنت عارفه يا منيره وما قلتليش؟ مرضتش اقولك، ما انا لقيت اللي فيكي مكفيكي يا ماما. معلش. معقوله؟ معقوله برضه منيره؟ يعني ما دام انت عندك خبر من مكانها، مش كنت تكلميها وتعقليها عشان ترجع بيتها؟ يا حاج، هي لا زعلانه منك ولا من ضيا، هي زعلانه مني انا علشان الشهاده، وعشان كده قلبها على الكل. استغفر الله العظيم يا رب، هو جرى ايه في الدنيا؟ هي دي نهايه العالم ولا ايه؟ هما العيال دول عايزين منك ايه بالظبط يا صفيه؟ هما مستسهلين كده ان الواحد ممكن يروح يشهد زور بسم الله؟ والبني ادم مننا ايه؟ ده نفس داخل ونفس خارج، وبين النفسين العمر ممكن يخلص. ده كلام اقوله انا وانت عشان احنا كبار، لكن دول شباب بيفكروا بطريقه تانيه. وبعدين الفلوس كتير قوي، وهم ذاقوا وتعشموا. طهور الفلوس في 60 دهية يا صفية، اوعي تسمعي كلامهم، خليكي زي ما انت كده، ربنا يثبتك ويقويكي. كتف وقتك يا حنان. ايه في ايه؟ حناكي مسك امك جوه ونازل زن على ودنها بالكلام اللي يجيب لورا، طز في الفلوس، طز في الارض. ده فاضل يروح يشهد معاها في المحكمة إن الأرض دي مش بتاعتكم. نوعي، أنت بتعمل إيه هنا؟ بتعمل إيه هنا؟ عيب يا حنان، ده جاي يطمن عليكي يا حبيبتي. على فكرة الست دي تعبانة، تعبانة، فاهم يعني إيه تعبانة؟ يعني مش هعمل زيارات ولا الكلام اللي أنت جاي تقوله لها. عيب يا بنتي. عيب إيه يا ماما؟ مالك ومالنا؟ مالك بأرضنا ولا بفلوسنا؟ نبيع ولا ما نبيعش؟ تشهد ولا ما تشهدش؟ مش كفاية؟ مش كفاية كل مشروع كنت بدخله كنت بتحبطني؟ انا كنت بعملك زي ابويا، كنت شايلك فوق دماغي، ولما اعرف المشكله بدل ما تقعد جنبي كانت تقوم امي عليا. انا هندي زعاقي في وشي كده قدام امك واختك وتقولي ان انا بقوم امك عليكي؟ انا حنان؟ ماشي يا بنتي، ربنا يسامحك. امال بتقول لها ايه؟ وانت مالك؟ كان بيقول اللي بيقوله. خلاص مش تقلعه فيها، محدش مانع عينك. في ايه؟ أنا لسه عايشة، وده ضيفي وبيتي. عايشة يا حنان، لسه ما متش. خلاص يا حاجة ما تعصبيش نفسك، أنا ماشي. لا لا يا حاجة، مش هتمشي، هي اللي هتمشي. اتفضلي، مع السلامة. إيه ده يا ماما؟ أنت بتطرديني؟ أيوة بطردك، وما ترجعيش البيت ده تاني غير لما تحسني أخلاقك وترجعي يا حنان بنتي اللي أنا ربيتها. يلا بالسلامة. حاضر يا ماما، حاضر، أنا همشي يا ماما. مش هتشوفي وشي تاني. عفوا كده، عفوا. ليه كده بس يا ماما؟ ليه كده؟ حنان تعالي رضيها بكلمتين. والنبي ما حدش ليه دعوة بيا. طب اسكتي يا بنت. بقول ما حدش ليه دعوة بيا. ورحمة ابنك لانت راجعة يا بنت. يا حنان، يا حنان، اعمل ايه بس يا ربي؟ ايه النكد اللي ورانا ورانا في كل حته ده؟ مش قلتلك ولسه؟ ولسه ايه يا بومة؟ يا بومة كنت فين يا بابا؟ فاكرك في المحل، نزلت تحت ما لقيتكش. رحت فين؟ كنت بتمشى شويه. تمشى فين يعني؟ ماشي فين يعني يا ابني؟ في الشوارع. قلت ماشي رجلي شويه وافك عن نفسي. طيب انا صاحي من النوم كده بفكر في حاجه. حاجتي خير ان شاء الله. حاسس ان انا جيت على حنان بزياده لما غلطتها في اللي بتقوله لامها. بفكر اشوف هي فين واحاول اتكلم معاها بالراحه كده
اقنعها ترجع البيت. لا ما تعملش كده الله. ليه لا يا بابا؟ ده انت بنفسك اللي كنت عايز تروح لها. اه فعلا، بس زي ما تقول لما قعدت مع نفسي وفكرت كويس لقيت ان الافضل يعني انك تسيبها مع نفسها شويه لغايه ما اعصابها تهدى. لازم اعصابها تهدى على الاخر، ولما ترجع ترجع بنفس راضي. مش كده ولا ايه يا ابني؟ الله 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 الله. اما احنا تمام اهو، امال قعدت بس تقول لي اصل انا بكره الفيزيكس، اصل انا ما بفهمهاش، حسستني ان انا بحرت في البحر. في ايه؟ والله مستر جت كده. لا مفيش حاجه اسمها جت كده، في حاجه اسمها ركزت فعملتها مظبوط. ما هي المشكله مش في التركيز، انا بركز والله، بس يعني انا بكره المذاكره. مين يا ابني فينا كان بيحب المذاكره؟ خدها مني كلمه، ما تدقش قوي في موضوع المذاكره ده، المهم التركيز. انا اول مره مدرس يقول لي كده. عارف ليه؟ احنا دايما بنقول لامهات الكلام اللي هم عايزين يسمعوه عشان يطمنوا، بس من الاخر يعني لما تقعد تركز نص ساعه بس ابرك ما تقعد 10 ساعات وانت مش فاهم حاجه. بص هنعمل حاجة دلوقتي هنتفق عليها. هتحل لي ب أولا وثانيا. أولا فيها واحد اثنين ثلاثة وثانيا. حلهم لي ولو حليتها مظبوط مش هديك هوم ورك. اتفقنا؟ يلا. هناك على حاجة، حط القانون الأول وامشي عليه، حط القانون وانت حافظه الأول بتاعها قبل ما تعمل أي حاجة. شوف كده. اعمل هنا دي مظبوط. ملف مظبوط. برافو. كده بقى احنا عندنا الحصة الجاية يوم الثلاثاء. اتفضل. سلي نفسك بقى بالسكة. يلا مش هخسر فيك. يلا مع السلامة. مع السلامة. بروح على طول. اه قم للمعلم وفيه التبجيلة. ايه هنتكلم بجد ولا هنقعد نهزر؟ أنا ما بهزرش على فكرة، وبحب أتكلم بجد. طب والله العظيم ورحمة أمي أنا جاي أطمن على الواد كريم. لا يا راجل، واطمنت خلاص؟ أستاذ كمال، أنت شايفني إنسان قذر وأنا ما أقدرش أغلطك، بس مفيش إنسان بيبقى حابب يكمل عمره كده. أنا حاسس إن أنا مش هموت كده. حاسس إن ربنا سبحانه وتعالى هيقويني ويغيرني ويبعدني عن القرف ده كله. أجيب لك من الآخر. أنا عرفت موضوع الأرض بتاعك ووصل لحد فين. وعرفت إن كمان واقف على شهادة زور من والدتك وما تسألنيش عرفت منين. بس أنا لما بصيت للموضوع لقيت نفسي في الحالتين كسبان.
يعني لو انت كسبت القضية وبقى معاك فلوس كتير اديك هتصرف على ابني. لو خسرت القضية وما بقاش معاك فلوس كفاية ان واحد نضيف زيك هو الله يربيه. عاوز ايه اكتر من كده؟ النور اللي بيشع من وشك ده يعني شمس الصباح اللي طالعه لنا من عينيك دي، ويا ترى بقى انت وصلت للحقيقه دي بمناسبه الهدايه ونوبه الصلاح اللي انت فيها، ولا لما اكتشفت ان مفيش حاجه في ايديك ممكن تعملها؟ تصدق صح، انا فعلا مفيش حاجه في ايدي ممكن اعملها، بس يمكن ربنا يكون بيبعد عن ايدي اي ورقه ضغط ممكن اضغط بيها عليكم عشان يقول لي ان الافتراء وحش يا شباب. كفايه بقى. يا سلام، وانت بقى صدقته؟ انا بحكي لك اللي حصل بس. وبعدين يا ستي قعد يكلمني عن كريم وبيحب ايه وما بيحبش ايه وكان بيقول لي على الحاجات اللي عملها عشان كريم يحبني اكتر. ده يخليك تشك فيه اكتر وتتاكد انه كلب. يا كمال اللي زي ده لازم نحرس منه، نحرس، لازم نخاف منه. انا مش فاهم، يعني هو مفيش في ايده حاجه يعملها على فكره، هيكون بيرتب لنا ايه يعني؟ ممكن يكون بيرتب، سيبك طبعا من حكايه انه يتوب والكلام الفارغ ده، بس اكيد هو قعد مع نفسه حسبها صح، لانه مفيش في ايده اي حاجه. فجاب ورقه وفكر بس في مصلحه ابنه، يعني تهيألي كده يعني. اصل ما هو انا اللي عارفه هشام مش انت، وياما دخلت عليا حواراته دي وصدقتها، وطالما اتكلم بالطريقه دي يبقى اكيد مليون في الميه بيرتب لحاجه، والحاجه دي بقى لا انا ولا انت نقدر نتوقعها. خلاص يا ستي، خلاص خلاص، انا غلطانه ان انا حكيت لك يا لبنى من الاول. ما يعني يا حبيبتي، يعني معقول هنضيع الساعتين اللي احنا بنقعدهم مع بعض في الكلام الفاضي اللي انا بقوله ده واللي بنحكي فيه ده؟ معقول؟ انا اصلا مش عارفه انت ازاي جايبني هنا وانت المفروض تكون موجود دلوقتي في المحكمه. عشان الجلسه يعني النهارده؟ لا، ما انا عرفت ان المحامي هيأجل ليه؟ هيطلب التأجيل يعني النهارده، هيطلب تأجيل القضية عشان قال يتوب. قال ده واحد يتوب؟ ده لو السما اتهدت على الارض اللي زي ده مستحيل يتوب. ربنا يستر. ما شفتش الكذبه في عينيه، مش مصدقك. اسف، انا داخل الحمام عشان بردان. بعد اذنك. يتوب. اعملوا حسابكم مفيش تأجيل تاني. اديها 3 اشهر عشان الحالة الصعبة الموجودة في الشهادة المرضية. يعني لو عندها شلل رباعي هتيجي وتشهد. هات يا ابني. يعني القصة دي يا استاذ يعني هتنتهي على ايه؟ احمدوا ربنا انكم خدتوا الوقت ده. فكروا بقى وشوفوا هتتصرفوا ازاي. هتيجي تشهد ولا حاجة؟ ألف سلامة على الحجة. شاكرين حنين. الاصول بتقول ان انا اعدي عليها واطمن على صحتها، يمكن اعرف اساعدها. انت عارف كويس قوي ان انا دكتور. هي تعبانه؟ قسما بالله العلي العظيم لو فكرت تعتب هناك تكسر لك رجليك. يبقى هي مش تعبانه، ربنا يكون في عونها. هتستحمل زنكوا 3 شهور كمان، وفي الاخر النتيجه كلنا عارفينها. فخس عليك وعلى اللي رفضك، عيل تنح. هتتصرف يا مخلوف، قلت لك اتصرف بقى يا اخي. منور على فكره.
كلمي اسماعيل ابو العزم شوفيه يقدر يخدمنا ازاي في موضوع الواد اللي اسمه ايهاب ده. انت بتهزر صح؟ عايز تشوفني يعني اذا كان ممكن اعمل كده ولا ما اقدرش؟ مش كده؟ شايف اللي احنا فيه ده يحتمل هزار؟ انت فاكر ان انا لما اروح اتاسف له هيسامحني واقول له انا عاوزه وعاوزه وعاوزه يقول لي اتفضلي يا ست الكل؟ ده اقل حاجه هيطلبها يقول لي انزلي كملي الفيلم اللي وقف. والفيلم ده كان بيحكي عن ايه؟ يعني ايه؟ يعني هو كان مضحك صح؟ يعني يعني لا في رقص ولا دلع زي افلام زمان اللي كنت بتعمليها صح؟ اكيد طبعا هتطلع بالتحجيبه بتاعتك مش كده؟ حاج خالد يعني انت عادي بالنسبه لك كده ان انا اروح اعمل حاجه انت بس تفتني وضربتني بالقلم وكنت هترمي عليا يمين الطلاق عشان تمشي مصلحتك؟ انا ماشي مصلحتي؟ مش حاسه بالورطه اللي احنا فيها؟ المركب بتغرق واحنا محبوسين جواها، فلوسك هتروح عليه، المشروع اللي انا طول عمري حلمت بيه انتهى، ملايين بتتسرق من قدام عينينا وبالقانون مش عارفين نعمل حاجه. حتى اولاد صفيه، اولاد صفيه النهارده ما جوش المحكمه زي ما يكونوا خلاص فقدوا الامل. لا ولا قد الفيلم، بسيطه يا شريفه بسيطه، بعدين انت يعني انت ست محترمه ما انتيش يعني هتطلعي عريانه ولا هتتقصعي ولا هتتدلعي. انا ما عنديش حل تاني. كلمي يا شريفه، كلمي ونجدينا من اللي احنا فيه، كلمي الله يهديك. أنا العادي بتاعي لما حد بيعمل معايا موقف زي اللي حصل ده أو يخسرني الخسارة اللي حصلت دي بسجنه. يا ساتر يا رب. بس أديني قاعد معاك أهو عادي خالص وبنتكلم عشان مقدر الظروف اللي أنت فيه. لا وعشان كمان طيبة وبنت حلال. أنت بتهزري كمان. طب أقول لك بقى، أنت عارفة الفيلم ده سحب مني كام مليون قبل ما يوقف؟ أوعي تكوني فاكرة الشرط الجزائي اللي أنت دفعتيه ده حاجة. ده ما يجيش واحد على عشرة من اللي انا دفعته. معلش بقى، ما انا حكيت لك الظروف والله العظيم كانت غصب عني، بس انا خلاص اتكلمت مع جوزي واقنعت وحليت المشكله كلها، وبعدين يعني اكيد انت مش هتدفع لي خلاص ولا مليم، بس اهم شرط عندي ان اللي اسمها بيرو دي ما تقفش قدامي ولا مشهد ولا اشوف وشها. بيرو خلاص قعدت في البيت ومحدش هيشغلها تاني، انا عملت معاها الصح. نتكلم بجد بقى؟ طب ما احنا بنتكلم بجد. لا انا عايز اعرف ايه اللي رجعك يا مدام شريف. بصراحه بقى في واحد بيضايقني وبدا ياذيني وانا عايز احطه تحت ضرسي عشان يسيبني في حالي. حلو. انا بحب الصراحه قوي على فكره. ايه اللي مطلوب بقى مني انا بالظبط حبيبتي؟ يا ماما. ايه يا حبيبتي؟ عايزه حاجه اجيبها لك قبل ما انزل. انت رايحه فين؟ بص يا ماما، بقالي كام يوم كده وانا حاسه بطبقه على نفسي وحاسه ان انا مش مظبوطه، صهد طالع على وشي، مخنوقه مش عارفه مالي، فقلت لخالد هيوديني المستشفى. سلامتك يا حبيبتي، انا ما خدتش بالي ليه؟ استني انا هلبس واجي معاك. لو النبي ما تتحركي كفايه انت تعبانه، انا هروح ومسافه السكه على طول هرجع. طيب
طيب اول ما تعرفي حاجه بلغيني. حاضر. مين يا بنتي اللي على الباب؟ دي داليا اختي. تعالي داليا، خليكي قاعده حبه مع ماما، هروح مشوار واجي. ها ايه يا داليا؟ مفيش سلام عليكم؟ مفيش ازيك يا ماما؟ مش عايزه تطمني على صحتي؟ ولا انت جايه عشان سبب تاني؟ السمسار بتاع الشقه اللي انا قاعده فيها كل شويه يجيب لي زباين جديده يتفرجوا عليها، بيجوا اي وقت ومن غير ميعاد. اصل العقد بتاعها قرب يخلص، وهي اصلا ايجار ومفروشه، وطبعا انا مش عارفه اجدد العقد. طبعا بس صرفتي كل الفلوس اللي جات لك، ادي النتيجه. عارفه يا ماما، كل ما زبون جديد يجي عشان يتفرج على الشقه احس اني مخبيه ورا ظهره جرده الميه التلج، كانه جاي يرميه على دماغي ويقول لي فوقي فوقي من الحلم اللي انت عايشاه ده. قوم يلا لمي حاجتك وارجعي تاني لقط الفرن اللي في بيت حماتك، ارجعي اشربي الذل واسمعي شتمتك بودانك وتكتمي، استحملي عشان ده اللي انت اخترتيه. كويس ان انت عارفه كده، عارفه ان انت اللي اخترتيه وان محدش فرضه عليك. ساعتها الشيطان يقعد يزن عليا، يقعد يقول لي روحي لامك اعملي زي ما اخواتك بيعملوا واضغطي عليها انت كمان، انت عندك ملايين، بينك وبينهم كلمه واحده بس ممكن امك تقولها قدام المحكمه. بس ارجع استعيذ من الشيطان تاني، ما انا عارفه يا ماما انك عمرك ما هتعملي حاجه تغضب ربنا، وعمرك ما هتشهدي زور حتى لو السما انطبقت على الارض وشفتينا بنتقطع قدامك. بس أنا تعبانة قوي يا ماما، والله تعبانة. إن من أعمالكم سلط عليكم، أنت اللي عملتي في نفسك كده، ما تجيش النهاردة تحاسبيني أنا. أنا عارفة إني حمارة، وعارفة إن السكينة كانت سرقاني، كنت فاكرة إن الفلوس جاية جاية، والله أنا لو أعرف إن البيعة دي هتقف، كنت أول حاجة عملتها أول ما مسكت الفلوس في إيديا إن أنا أشتري بيت. ان شاء الله حتى اوضه وصاله، بس يبقى بيتي بتاعي مفتاحه معايا انا بس. بس دلوقتي بقى الفلوس خلصت ومفيش قدامي غير اني ارجع تاني بيت حماتي. وانتي عارفه يا ماما، عارفه الواحده لما تستقوا على اهل جوزها وترجع تاني تحت رجليهم ممكن يعملوا فيها ايه. وانت كده يعني ما بتضغطيش عليا؟ انت كده بتموتيني بحسرتي عليك. انت عملتي اكتر من اللي عملوه اخواتك. لا يا ماما، انا مش عايزاكي تغضبي ربنا ولا عايزاكي تشهدي شهادة زور، بس انت تقدري تساعديني من غير ما تغضبي ربنا ولا حتى تقولي كلمة ربنا يحاسبك عليها. ازاي؟ يا ريت يا بنتي، انا مستعدة اديكي عيني. ربنا يخليكي ليا يا ماما، ابوس ايدك. انا كل اللي انا عايزاه والله شقه بس اوضه وصاله، والله العظيم ما عايزه اكتر من كده. وانتي اكيد لسه معاكي فلوس العربون، ممكن تساعديني يا ماما والنبي. بس انا طلعت مبلغ كبير اديته لعم صالح، ده كان رزقه بيطلع من الارض دي مع رزقنا. مش معقول يا بنتي ناكله لحم ونسيبه عضم. أنا كنت وعداه إن أنا هديله تعويض واديتهوله، وكمان عملت صدقة جارية على روح أبوك، لكن بقيت الفلوس في البنك. شوفي أنت تقدري تدوري كده إيه على شقة على القد، وتشوفي حتتين عفش على مقاسهم يعني، شوفيهم يتكلفوا كام، وأنا عليا ليك يا داليا. ربنا يخليكي ليا يا ماما، ما يحرمني منك أبدا. Thank you.
بس يا حبيبتي بس، ربنا هيفكها من عنده. جسمي متنفخ ومحمل ميه قوي يا حاج. حاجه منيره، مش عايزك تلاقي خالص. هو اللي عندك ده هتلاقيه يعني لخبطه هرمونات مش اكتر. يعني ايه؟ ها؟ يعني ايه لخبطه هرمونات؟ ما الدكتوره قالت، بس ما فهمتش. انا عارف، انا بسمعها اقوله كده وخلاص. اتقالي بس خمسه تحاليل هتيجي ونفهم بقى الليله فيها ايه. ولعلمك طبيعي اللي يحصل في السن ده كده. بنت ما قصدش ان انت كبرتي، انا عايز بس تطمني انت فرفشه. ولعلمك في الاخر هقول لك ايه، شويه فيتامينات، نظام اكل، مستشفيات كلها اشتغاله. مش فاهم ايه بقى كانت لازمتها المروحه والمجان على الصبح ده. بعدين الدكتوره نفسها تهيئ نفسها. بصراحه انا كنت مستبعده جدا الاحتمال ده. احتمال ايه؟ مبروك حضرتك حامل. ايه؟ انا حامل؟ ده بس الله يخليك دكتوره، قولي تاني والنبي. ايوه حامل. حامل ازاي؟ ازاي؟ ده احنا بقالنا اكتر من 15 سنه. ازاي؟ طب تاني يا مدام كده بالراحه، حضرتك جات لك اخر مره البريد امتى؟ الايه؟ البريد جات لك امتى اخر مره؟ افتكري كويس. العاده بنيجي شهرين ونص. طب تمام، شهرين، وتحقيق بتقولي ان هي حامل في الشهر الثالث، يبقى كده مظبوط. مظبوط ازاي؟ ازاي من اصل؟ ايه اللي حضرتك بتقوليه ده اصلا؟ حاج خالد سايقه عليك النبي واهل بيته. سلام. ابوس ايدك حاجه، بس خليني كده عايشه في دنيا تانيه. ميرا ما تعشميش نفسك في الاخر حياتك. خليني اعشم روحي حتى لو ما كانش في حاجه. خليني اعشم نفسي. طيب اصبري بس، اصبري اصبري بس. ازاي يا دكتوره بس اللي بتقوليه ده؟ ما عقلش. التحاليل بتقول كده. ده غلط. حاج انت عارف اللي بيتعلق بقشايه وهو غرقان؟ اهو الحمل ده هو القشايه اللي انا هتعلق بيها. انا هيبقى لي عيل منك. انا بحبك قوي يا حاج خالد. طب بحبك قوي يا حاج خالد. بحبك قوي. انا بحبك يا حاج خالد. هشوفك يا دكتوره. بحبك قوي يا حاج خالد. طب احنا لو عايزين نتاكد اكتر نعمل ايه بس؟ مش عايزين نتاكد. انت بس يا حاجه. طب دلوقتي يا دكتوره لو عايزين نتاكد نعمل ايه؟ كده كده احنا هنعمل سونار. اتفضلي معايا يا مدام. روح. مش عايزه. اتفضلي. روحي يا حاجه منيرة عشان نتاكد بس. روحي بس ان شاء الله ربنا هيجبرك. روحي بس يا حاجه. روحي يلا. انا خايف امشي. انا مستنيك هنا اهو. يلا توكلي على الله. حاج خالد هنسمي ابننا ايه؟ اتكل على الله منير. انا بحبك قوي. بس هو المطبخ بتاع الشقه دي اصغر شويه من الشقه الثانيه ولا انا بيتهيألي؟ ما هو حضرتك المساحه متعوضه في الحمام والبلكونه. طب وعلى كده بقى الشقه دي عامله كام؟ الكلمه الاولى قلتها لحضرتك، 250 الف جنيه مقدم وال 300 الف جنيه على سنتين. طب ولو هاخدها كاش هيبقى سعرها كام؟ جميل، لو كاش يبقى ب 450 الف. طيب انا معايا 400 الف، تحب اجيبهم لك ونمضي العقد وتقولي مبروك ولا اروح ادور على شقه تانية؟ لا كده يا استاذه انت بخستيها قوي. خلاص يبقى اروح ادور على شقه تانية. ها ادور. مبروك عليك. يا ما انت كريم يا رب، يا ما انت كريم يا رب. بجد بجد ده يا بنتي، بجد ده يا خالد. اه والله يا بابا كده، انا نفسي مش مصدقه. احنا رحنا المستشفى ام ايه لما الدكتوره كشفت عليا اول مره قالت لي انت حامل. ام ايه برضو انا ما صدقتش. ام ايه دخلت قالت لنا تعالوا اعمل لك سونار. عملت السونار وتاكدت ولقيت الحمل كبير يا ماما. اللهم لك الحمد ولك الشكر يا رب. والله يا بنتي لو بقدر ازغرط لكنت زغرطت لك. وهو تزغرطي ليه يا ماما؟
ألف سلامة عليكي. أنا هزور، أنا هعمل يا ناس. ماما انتي بتاعت ربنا، واحنا عايزين نطلع حاجه لاهل الله. نذبح ايه؟ نذبح عجلين ماشي زي بعضه. لا يا ماما قليلين، نذبح 15 الحسن. منيره منيره اهدي حبيبتي اهدي، بالراحه عشان لبطك، احنا ما صدقنا مش طالبه جنان بقى والنبي ماشي. يحق لها تتجن، هي اللي في ده شويه. الله يا جماعه مالكوا عليا حلفان، انا لا عارف اصدق ولا عارف اوزنها. لا صدق، ده ربك كن فيكون. يا رب اجعله هدايا للكل. امين يا رب امين. يا رب يسمع منك يا ست الكل. بص يا ماما كنت بغلبك في الاكل، انا لازم اكل بالجزمه. انا بص يا ماما هاكل مش مره، انا هاكل مرتين، مره ليا ومره للعيل اللي في بطني. انا نفسي اخلف عيل مربرب وتقيل كده، ده 5-6 كيلو، عايزاه يبقى طول بعرض وقمر كده زي ابوه، حلو كده بس مش بدقن. والله يا ماما. لا انت لا تغرفي ولا تطبخي ولا تدخلي المطبخ خالص. الحمد لله وفاء معانا، قعدتها جت بفايده اهي، هي بقى اللي هتعمل ده كله. انا تحت امرك يا طن. ربنا يخليك يا وفاء، ربنا يخلي لك ولادك. انا مش مصدقه، اما انا بقى عامله لك شويه فته وحبه لحمه هتمصمص صوابعك كده من حلاوتهم. تعالي هنا تعالي، انت تاكليني في 10 بلدي. فتت ايه اللي انت عاملاها لي؟ اولا احنا كنا مع بعض في المستشفى، ثانيا يا بكاشه انت كنت عارفه ان انا هاكل معاكي؟ في ايه؟ بتدلع عليك يا حاج. بتدلع عليك يا حاج، قادر قادر على كل شيء يا رب. ربنا يديك طولة العمر وتربيه وتفرح بيه في حياتك يا حاجه ان شاء الله. يلا يلا. انا فرحانه قوي يا ماما. انا عارفه هيبقى لي عيل منك، هخلف عيل منك. في عمرك يا رب. يلا يلا. يا حاجة مش يمكن دي تكون علامة من عند ربنا سبحانه وتعالى؟ علامة؟ علامة لإيه يا خالي؟ العيل الغلبان اللي هيجي يشوف الدنيا لأول مرة ده. يلا بينا بقى حاجة فكيها يا حاجة، الله يبارك لك. عن إذنك يا خالد. طب خلاص يا حاجة، خلاص خلاص، حقتم مش هتكلم خلاص. يا ابني أنا داخل أصلي ركعتين لله اللي جبر بخاطر بنتي، وأنت كمان يلا اتوضى وصلي لك ركعتين، اشكر ربنا على نعمته. عملتي ايه كل ده عند ماما؟ انا ما تاخرتش قوي كده يعني. علينا يعني ايه؟ عرفتي تقنعي امك انها تروح تشهد؟ تفتكر يعني انا الوحيده اللي هنجح في اللي اخواتي كلهم فشلوا فيه؟ انا قلت لك يا هاني الكلام ده مش هيجيب مع ماما نتيجه. يعني ايه؟ الست دي هتعمل فيكوا كده فعلا؟ هتضيع عليكوا كل الفلوس دي؟ انا هعمل مكرونه بلونيز، هتاكل ولا اتغديت بره؟ ماليش نفس لاي طف. يا اللي حاسب حسبتك أرقام.
حتى الفلوس. كسبك ايه بالحرام دول خسروك، والغنى مش باللي محطوط في البنوك، بالفلوس يا طرشي قول.